السلام عليكم اخوتي الكرام، احبائي، اخوكم محمود عاطف من قناه محمود وكوفو. حلقه النهارده هي عن العدائيه اللي عند شيكو والسيطره عليها والقياده على الكلب بتاعكم. فهنعيد اللي اتعمل الحلقه اللي فاتت ولكن بنسب اقل، لو ادانا نتيجه افضل. اتمنى الحلقه تعجبكم، يلا بينا. بيدو منورنا حبيبي شيكو، ما شاء الله عليه. الحصه الثانيه مع شيكو، كلب جيرمان شيبرد عنده 11 شهر، عدائية تجاه الناس اللي بيتحركوا فجأة أو تجاه الناس اللي بيحس منهم بخطر، لأن النوع ده بطبعه هو كلب تأمين وهو كلب رعاية، فهو بيرعى الكائنات اللي عايش معاها سواء كانوا بشر أو حيوانات. فبصوا عينيه مركزة ازاي على شاب واقف ورايا، ما شالش عينيه من عليه. طيب كلمه ان هو ما يعملش أي صوت. ابدأ اتحرك، خليه زوم لو تعرف. بس كفاية اقف، اديله ظهرك، كافئه بس على طول ارجع للأمر. سمعوا المكافأة، ارجع للأمر من غير الطبطبة. لما اقولك سمعوا المكافأة كلمة بس. بس خلاص وقف، كافئه. خلاص سمع المكافأة، طبطب عليه، ارجع ناديلي مهند، نغير الشخص. سمعوا المكافأة، مد ايدك وكأنك هتسلم بس بنسبة بسيطة، يعني سلو موشن، تتحرك بشكل بسيط كأنك هتسلم على صاحبه مش عليه. بس ارجع، كافئه. تاخدوا بالكم من انتباه شيكو مع الشخص اللي داخل، انتباه عالي جدا، ولكن ما فرضش اي عدائيه او اي هجوم لان هو فهم اللعبه خلاص عندنا عامله ازاي. يمكن يكون كان بيهجم شويه وهو معاهم من غير وجودنا، يعني صح. فده بسبب ان الكلب عارف اللي احنا عايزينه منه هنا بالظبط، فبيعمله على طول. معرفش منهم اللي هم عايزينه في المشي العادي بتاعهم، فعشان كده طلبت منهم يعيدوا المشهد اللي اتعمل في الحصه اللي فاتت بشكل متكرر مع اصحابهم، مع ناس غريبه، بنفس السيطره اللي اتعملت. فالكلب هيفهم ان ده اللي هم عايزينه في الحياه عامه، مش شرط في اثناء الحصه بس او في وجود كابتن محمود، لان الكلب بيميز ان انا بديهم تعليمات، واخد باله من ده كويس ما شاء الله عليه. قرب منه، خش براحتك من غير ما تتهز. ايوه خش خش، اوصل اوصل، بس خليك واقف، اديله ايدك يشمها. بس ارجع طبيعي، خليه يشمك كلك. لا خليك واقف، ما ترجعش، بس لف واخرج. طبعا قبل ما يقولنا ما كانش بيسمحوا لحد يقرب من الكلب، كانوا مدين الكلب حجم اكبر من حجمه، فبالتالي هو عاش الدور معاهم. فكلب لسه اقل من سنه واقدر اسيطر عليه واقدر اتكلم ويديني نسبة تأمين اقدر اقرب منه الناس، ولكن لازم الشخص اللي يكون بيقرب يكون دي وظيفته، يعني ما تجيبوش ناس عادية تخلوها تعمل كده عشان لا قدر الله ما يتعضوش. في نفس الوقت ادي الكمامة برضو هما ماشيين بيها، رغم ان الكلب مش محتاجها، هو محتاج بس قيادة ومتابعة باستمرارية. فالصح ان انت لو معاك كلب عنده نسبة عدائية قوده الاول، كون القائد ليه، وبعد ما تكون القائد ليه اطلب منه تعليمات. ناس بتحاول تطبق اوامر مع كلابها من غير ما يكونوا ليدرز عليهم او قاد عليهم، فازاي الكلب يقبل تعليم من حد اقل منه في الرتبة؟ الكلاب كائنات بتصنفنا رتب، او هي بتعيش في قطيع مكون من رتب او مكون من ترتيب، قائد التابع لقائد، مساعد تابع قائد، وينزلوا ينزلوا لغاية اقل فرد في القطيع او اقل قوة في القطيع. فبالتالي لازم نكون قاد على الكلب بتاعنا. عشان تكون قائد على الكلب بتاعك ما تدلعوش كتير، اتعامل بحزم وفي نفس الوقت احتواء، لان القائد لازم يظهر حب ويظهر حزم ويظهر قوة في التحكم بيه. التحكم ما بيكونش عن طريق سلسلة،
ولا طوق التحكم بيكون ان انت تتدخل في المواقف الغلط تمنعه عنها جسديا بالفرض الجسدي. الفرض الجسدي ما فيش فيه ضرب، ولكن فيه ان انت تشيله وتبعده عن الحاجه وتبعد ايدك تاني بسرعه وتتكلم ان هو ما يعملهاش تاني. كلها حاجات تدل على القياده بتشوفوها مني في حلقات كتير بعملها، فبشرح لكم نظري اثناء الحصه دي. مروه هتيجي وتقربي لغايه هنا، اتكلم وسيطر. مالكش دعوه بحد يا شيكو؟ تمام. ايوه بس كده، خليكي واقفه عادي، بس اقفي. طبطبي عليها عادي براحتك. براحتك، بس ارجعي. كيبو يا شيكو. طبعا مروه حد جديد خالص على الكلب، اول مره يدخل الكلب، اول مره يشوفه، فادانا النتيجه اللي احنا عايزينها، فخلاص هنديله التعامل الطبيعي وهنطبطب عليه ونكافئه، وهديهم زي واجب يمارسوه مع الكلب ان هم يطبقوا الموضوع ده كتير الاسبوع ده، ويجوا لنا في اخر الاسبوع يقولوا لنا ايه اللي حصل. لان احنا حاليا لو عملت حاجه تانية يبقى كاني عايز اعلمه ان هو يدي عدائيه، هو ده الطبيعي بتاعه، فانا مش عايز ازود الموضوع عشان هو يبقى عدائي فيبقى انا اسمي اللي بعلمه العدائيه. لا، ما دام اداني النتيجه دي فهي دي اللي انا عايزها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. كان معاكم محمود عاطف، شكرا. شكرا يا بيتو.